خش خش زق عجل. ايه يا شقة يا ابن امي، انت فين؟ البضاعة جاهزة وكله تمام، انت فين؟ عيب عليك يا ود امي، قلت لك داخل عليك وابقى داخل عليك. لا مؤاخذة يا واد زين، ما كانش قدامنا غيرك. انما احنا بقى مفيش ورانا غيرك يا رضوان. متتهورش يا رضوان، عملت اللي في دماغك عايز؟ شوف يا رضوان يا ابن خليفة، احنا وقفنا وصل بعض مرة في الماكس، فاكر؟ انما انت بقى معرفتش تستغل الفرصة، ودينا بنقف قصاد بعض تاني اهو. بس انا بعرف استغل الفرص. استنى يا عمي. ايه هتقتله؟ هتقتل اخويا؟ لو قتلته يبقى من حقي، هو اصله ما كانش جايبنا هنا عشان يعمل لنا عيد ميلاد. إنما بقى لو ما قتلتوش يبقى عارف غلطته وتاب. قلت إيه يا رضوان؟ هيقول إيه يعني يا عمي؟ ده رضوان كبير وفاهم، ما ينفعش يضيع الفرصة مرتين. سمي سكوتي على حق أبويا وأمي. فرصة؟ لا يا واد زين، أبوك قتل ابويا وامي. زين ما قتلش خليفة. افهم بقى اللي ما عرفتش تفهمه واحنا في الماكس. ابوك مات في عملية شغل زي اي شغل، انا كنت موجود. بعدها زين وقف جنب امك واتجوزها. عمك حمدان بقى عشان كان بيكره زين قتل امك بعد ما اتجوزته. وإيه دليلك إنه هو ما قتلهمش؟ وإيه دليلك إنه قتلهم؟ لو كان عم زين قتل أبوك وأمك كان زمانه أخد عياله الاتنين قبل ما يقتلها، ولا إيه يا رضوان؟ يا رضوان الكلام ده حقيقي، أنا عارف قصة خليفة وحمدان من قبل وكون من على الطريق. الكورة في ملعبك يا رضوان، الاختيار دلوقتي بتاعك، ويا إما تختار تعيش وفي الحالة دي تنسى كل اللي فات، تحط ايديك في ايدين اخواتك، يا اما تختار تموت وفي الحالة دي هتخسر كل حاجة، حياتك واخواتك. ما سمعناش ردك يا رضوان، ما ينفعش تسيب الرجالة وتمشي من غير ما تقول لهم ناوي على ايه. انا هختار ان اعيش، مش عشان خايف من الموت ولا علشان صدقت الكلام اللي انت قلته، لكن عشان ادي لنفسي فرصة تانية ادور فيها على الحقيقة. وماله، دور يا رضوان وهتوصل، بس في الآخر هتوصل للي أنا لسه قايلهولك. أنا الواد ده مش مرتاح له. الواد اللي أنت بتتكلم عنه ده يبقى أخويا. أخوك أنت، أنا ما يخصنيش.
انا كل اللي انا فاهمه ان الواد ده جاي يأذينا انا واخواتي. تقصد ايه يعني يا يحيى؟ ايه؟ أظن مش وقته خالص اللي انتوا بتعملوه ده. ورانا حاجات أهم من كده بكتير. طبعاً انت عارف انه لو مش أخوك من زمانك بتقرا له الفاتحة. يلا يا رجالة. انت بتعملني كده ليه؟ انا لو اتعاملت معاك بحق ربنا هزعلك. زعلني ليه؟ انا عملت كل الكلام ده عشان رضوان يعرف الحقيقة. انت بتخاف من العطارين. انا بخافش من حد. انا مشيت مع ليناوي يمشي عدل. انا زهقت بقى. عاوز امشي عدل في حياتي. حتى لو مشيت عدل عايز عمرك ما هتبقى واحد منهم. فأقرب فرصة العطارين دول هيش قلطوك. الناس دي بيتعاملوا معايا انا وانت على اساس ان احنا هوا. انت مش عارف انت بتقول ايه يا ادم. انت معيشش وسطهم زيي يا عم. جرب تعيش وسطهم وتعرفهم هتفهم. انت عشت؟ ماشي هنشوف اشق ابن امه وابويا. يا فاضي؟ حتى لو مش فاضي أفضلك يا قلبي. عايز أسألك سؤال. خير؟ العب معايا الأول وأنا أقول. نلعب. تختار إيه؟ أختار رودي حبيبتي. أنا شفت امبارح حتة عربية ما حصلتش. إيه كلاس؟ قلت العربية دي بتاعت رودي ومحدش. يا بابا الدخلة دي أنا حفظتها. يا ريت تقول اللي أنت جاي تقوله على طول. عندك حق. أنا مش بتاع المقدمة دي. أنا أخش في الموضوع على طول. طب ومناسبة الشغل؟ أنا مش عايزة شغل المكاتب ده. أمال عايزة إيه يا حلوة؟ عايزة أشتغل في الأكشن. الاكشن تقيل قوي. مستعجليش لسه بدري يا بنت العزازي. طب شوفي بقى يا حبيبتي، طالما انت ناويه تشتغلي معايا ان شاء الله لازم تتعلمي ان الخير اللي جواكي توظفيه لمصلحتك وبس، ولو ضروري قوي لحد تاني يبقى بمقابل. هو الشغل معايا كده. وانت هتسيبني زعلانه؟ من امتى؟ سيب الموضوع ده عليا. انا هعرفه ازاي يتكلم معاكي كويس. ده كلب. لما نشوف. ده انت حبيبتي مضيع الورق اللي خلص. حاضر. ورق ايه؟ انا يا حبيبتي قررت ان اكتب كل حاجه باسمك. باسم انا؟ انا واثق انك هتتصرفي صح. انت كبرتي والفترة اللي قضيتيها في المجموعة اكيد فهمتي كل حاجة. طبعا بنتك بقت بيزنس وومن شاطرة جدا. املي بالقلم ده عشان فيه البركة. انا متأكد بعد فترة صغيرة هتبقي اكبر سيدة اعمال في مصر. انا بس عشان بنت سيف العزيز. انت ست الناس وحبيبة قلبي. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا رودي.
صباح الخير يا سيف. واضح انك نمت كويس. اللعبة اللي بتتلعب معاك دي كانوا بيعملوها مع أسرى الحرب والجواسيس، وانت طبعا ما تقلش أهمية عنه. وفكرتها بسيطة جدا، نقطة مية تنزل على راسك كل كام ثانية قبل ما عقلك يستسلم انه خلاص هينام، تنزل النقطة تفوقه. جميلة. دي مش طريقة تليه بواحد زي يا نوح. الله خصمك. لو عايز تموتني موتني بقى وخلصني بقى. انا موتك يا سيف؟ انت ممكن تفكر ان نوح يموتك؟ انت حبيبي يا سيف. انت عارف انك لو تعبت واضطريت ان اجيب لك دكتور وقال انك هتموت هعمل ايه؟ هفكك وعالجك واكلك واشربك لغايه ما تشد وتبقى زي الفل، واطمن عليك بنفسي عشان ارجع العب معاك من اول وجديد. انت حبيبي. ارحمنا يا نوح. طب ورحمة اخلص. اوعى تفكر تجيب اسم فيروز على لسانك تاني. مش قادر افهم ايه موضوع اتفقنا ده. يا نوح بيه، مش انا سلمتك سيف العزازي؟ وده كان شرطك عشان تسيب حنة؟ يبقى كان اتفاق؟ لا، ما كانش اتفاق. ده كان امنيتك انت. يعني ايه؟ يعني انا مش مصباح علاء الدين، ومش مسؤول عن تحقيق امنيتك. طب يا نوح بيه، ممكن افهم بقى، انت كنت سايب عندك حنة طول الوقت ده ليه؟ كنت سايب حنة عندي طول الوقت ده لاني كنت عارف ان انت عشمان في اللي انت جاي تكلمني فيه النهارده، ولاني عارف ان انت اسرع واحد هتوصلني لسيف العزازي. الحب بيحركك يا امير، هو اللي خلاك ترمي نفسك في النار عشان تيجي تنقذ حنة، وادي النتيجه. جاي تلومني انا على امنيتك انت اللي ما اتحققتش؟ عندك حق يا نوح بيه. انا الحب خلاني ارمي نفسي في النار، وهو برضو خليني اقول لك ان انا ما عنديش حاجه اخسرها. يا نوح بيه ارجوك سيب لي حنه اروح بيها، وانا اوعدك ان انا هبعد عن كل العالم اللي انت فيه ده، ولا هتشوفني تاني ولا هتسمع عني. كلام سهل قوي. كلام سهل يا امير، سهل. هو انت اللي عملته مش شويه؟ كل حاجه في الدنيا دي ليها ثمن، وصدقني اللي بعمله ده لمصلحتك. لمصلحتي ازاي؟ طبعا لمصلحتك. خطاب، ايه يا هارون؟ وجعتك رجلك صح؟ ما تقلقش،
مش هتوجعك كتير. وانا مش قلت لك النهارده نصفي كل الحساب؟ وماله يا ابن العطارين؟ يبقى تصفيه الحساب واحد. جيبك يا سالم. ليه حق؟ وسمعت ان يحيى بيه العطار بيتكلم عن تصفيه الحساب، وقلت يبقى لازم اجي واخد حقي وحقك يا ابوي. واول حاجه في تصفيه الحساب ان يحيى بيه العطار ياخد رصاصه في رجله. كيفك؟ لولا انك عيل صغير كنت دفنتك هنا. قلبك بقى حنين يا حربي. انا بقى عندي فقره تانيه خالص للشيخ سالم ابن الشيخ هارون. انا عايزك تملي عينك مني كويس وتحفظ شكلي، عشان لما تكبر وتفتكر ابوك تفتكر ان انا اللي قتلته. وقدامك مش هنساك يا يحيى، ولدي مش هينساك. عارف ليه؟ سلم راجل، انا اللي بربيه مش هينساك. انا ما بخافش من الموت، خاف انت على حياتك يا ابن العطارين. كلام مؤثر يا هارون، ينفع يكون اخر كلام قلته؟ ابوي يا شيخ هارون، ابوي. عيش يا يحيى عطار زي ما ابوي قالك، وديني ما هسيبك. أرجوك بلاش حنة، أرجوك. أنت مش هتعمل كده، أرجوك. أبوس إيدك، أبوس إيدك بلاش. واضح إن الموت كل واحد نفس اللي حصل لبنتي يوم الحادثة اللي أنت كنت سبب فيها، نفس المعاناة. أبوس إيدك بلاش نوح، بلاش بلاش. كنت بعمل زيك بالظبط، كنت بتمنى ساعتها ان انا اللي اموت وهي تفضل عايشه، مع اني كنت متاكد انها امنيه عمرها ما هتتحقق، زي بالظبط الامنيه اللي انت كنت لسه بتطلبها مني من شويه. اقتلنا انا، اقتلنا انا وسبها، ده ذنبي انا، اقتلنا. امنيه تاني يا امير؟ ارجوك. بلاش حن، ارجوك. أنا إزاي نسيت أقولك؟ أنت في إيدك تنقص حنة على فكرة. في تلات ورقات، كل ورقة مكتوب فيها حاجة أنت اللي هتختارها بإيدك. أول ورقة مكتوب فيها إن حنة تموت، تاني ورقة مكتوب فيها انك انت تموت، تالت ورقة بقى مكتوب فيها انه انتوا الاتنين تموت. كفاية اللي بتعمله ده بقى. انت بتعمل فيه كده ليه؟ انا ما قتلتش حد ماليش دعوة بحاجة. اختار ورقة من التلات ورقات. روح بيها، هي ملهاش ذنب. اقتلنا انا. اختار ورقة. حطيت الورق وانت بايدك اللي اخترت،
واختيارك الناحية انك موت. مش حنة ابو سيدك، ابو سيدك ارجوك. اللي بيحصل بيننا ده هو اللي اسمه اتفاق يا امير. انا رميت الورق وانت اخترت ورقه، والاتفاق اللي بيني وبينك ان الورقه اللي هتختارها هي اللي انا هنفذها. هاخد ورقه تانية. هتروح فين من ضميرك يا روح؟ هتقتلني؟ هتقتل امير؟ فيروز مش هترجع برضه. عارف انها مش هترجع، بس على الاقل متاكد انك لما تقابليها في الاخره انها هتفرح ان ابوها لسه قادر يجيب لها حقها. فيروز بنتك دي لو شافتني عمرها ما هتعرفها، يبقى ازاي حقها عندي؟ عاجبني قوي حديث ما قبل الموت ده. اللي عاجبني اكتر انك بتتكلمي وانت متماسكه قوي، ولا كانك خلاص هتموتي كمان شويه. انا مت قبل كده كتير، دي مش اول مره. هايل، يبقى مش هتحس بحاجة. افتحوا المية. أمير بلاش، لا يا تنرى.